جائزة أفضل ممثل دراما لعام 2021. النجم مصطفى شعبان. مساء الخير عليكم. شكرا وشوشة على العادة الحلوة اللي بقت كل سنة دي ان احنا بنتجمع هنا مع بعض. وملوك الجدعانة الحقيقة دلوقتي فرصة يمكن اولى قدام الاعلام ان انا ابارك لزمايلي في المسلسل، اولهم طبعا شريكي النجم عمرو سعد وشريكي في النجاح المنتج صادق الصباح، المخرج احمد موسى، الكرو والانتاج كلهم اللي كانوا معنا وبقية الزملاء النجوم. والحقيقة ان في ناس كانوا معنا في المسلسل سابوا فيها اثر كبير جدا وهم وحشوني جدا، وانا نفسي النهاردة اهديهم التكريم ده على نجاح ملوك الجدعانة. اهداء مني للأستاذة دلال عبد العزيز، الأستاذ يوسف شعبان، وحشونا جدا جدا وعمرنا ما ننساه. شكرا.